ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير. رجعت لكم تاني، وعارفة ان انا طولت عليكم الغيبة جامد جدا، بس ان شاء الله يعني ما نقطعش فيديوهات تاني. رجعت لكم تاني بفيديوهات الاطفال السنين اللي انتوا كلكم بتحبوهم، والاب طبعا مشهور معاهم في كل الفيديوهات. جايلكم كمان بموضوع خناقات قنوات اليوتيوب. والله يا جماعة، اليوتيوب بقى فيه بجد حاجات زايدة قوي قوي عن حدها. الروتينات كانت حاجة غريبة، كانت حاجة غريبة، بس مش كلها حاجات وحشة. يعني كان في حاجات كويسة معدية. ابتدى طبعا زي اي حاجة في الدنيا يبقى فيه الغلط ويبقى فيه الصح. في ناس بتاخد الموضوع بطريقة غلط عشان تجيب مشاهدات، ممكن تعمل اي حاجة حتى لو هتطلع من غير هدوم، المهم انها تجيب مشاهدات. ده بيسيء للناس المحترمة اكيد، والناس الكويسة، والناس اللي قنواتها مفيدة وجد. يعني في واحدة ممكن تطلع تكنس وتمسح وتوضب الكنبة اللي كانت متبهدلة، وتقول لك انا طالعة افيد الناس. هي طالعة تجيب فلوس. لازم يبقى عندنا وعي اكتر من كده. في بجد قنوات مفيدة ومحترمة وتستحق ان انت تتابعها، حتى لو مش بتقدم لك افادة، بتقدم لك صورة حلوة، منظر مريح للاعصاب، اسلوب راقي، بتتكلم في موضوع ممكن يفيدك. لكن في ناس تانية لا، ومشهورة جدا وناس كتير بتحبها، والواحد بجد مش فاهم الناس دي بتتفرج على ايه ولا بتتابع ايه وبتتابع ليه وفين وعيها. وبقت قنوات الروتين تعمل حاجة شبه تلفزيون الواقع كده، تجيب لك مشكلة في حياتها أو تعرض لك بيتها وولادها، عايزة تدمجك في أحداث، بتعمل أحداث وبتفبرك أحداث علشان خاطر انت تتابع وتخش تشوف ايه الجديد ومش ايه الجديد. فكر لو اللحظة انت لو متخانق مع صاحبك، هتروح لكل صحابكو ده حصل كذا وكذا وطلع في كذا وكذا؟ اكيد لا. هما ما بيفكروش غير في نفسهم وازاي يجيبوا فلوس وازاي يعملوا على افك ترند. حاول تراجع نفسك وما تنسقش ورا الكلام ده، عشان في الاخر ما ترجعش تندم. دور على المحتوى المفيد، المحتوى اللي حتى لو مش مفيد هو مش مؤذي، عشان احنا عندنا عقل وعشان احنا نستحق الافضل. وللأسف عشان السيئة بتعم والحسنة بتخص، فدايما هتلاقي كل التعليقات على الناس الوحشة دي بتعيب في البلد كلها، بكل اهلها، بكل الستات اللي فيها. ياريت بجد قبل ما تكتب تعليق فكر كويس، فكر كويس ان ربنا شايفك وانك مسؤول عن كل كلمة وكل حرف بتكتبها. ومش معنى ان حد وحش ان كل الناس وحشة. انت بس اللي دخلت في مكان غلط، اطلع من المكان الغلط واختار الصح، ودمتم بخير.